الزمالك معرفش يكسب البطولة في الملعب فقرر يكسبها برا الملعب، وياريت تشيروا صورتي من جوا النادي، والجماهير بترد هيتحط على الحمامات. حرب تصريحات بطلها أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك والمستشار تركي آل الشيخ بعد البوست اللي نشره أحمد سالم على صفحته، وكتب الزمالك هيتواجد في استاد القاهرة يوم 15 إبريل لمقابلة الأهلي وفقاً لجدول مباريات مسابقة الدوري العام، وده كان اعتراض على احتمالية نقل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري للسعودية، وتأكيد ان الفريق هيخوض المباراة على استاد القاهرة. البوست ده ما قدرش انه يسكت عليه تركي آل الشيخ اللي أصر انه يرد عليه، وطلع في مداخلة تلفزيونية مع أحمد شوبير وقال هو ازاي حد يعتذر عن حاجة ما حصلتش من الأساس؟ الزمالك كان أول فريق يوافق على لعب المباراة في السعودية وقت استطلاع الرأي، والفكرة كانت من الجانب المصري مش من السعودية. وأكد تركي آل الشيخ في كلامه أن الموضوع اتلغى والماتش مش هيتلعب في السعودية، وده بسبب قانون الفيفا اللي بيمنع إقامة أي مباراة محلية خارج البلد أو القارة إلا في ظروف قهرية سواء سياسية أو اقتصادية، وإن أحمد سالم عايز ياخد بطولة وهمية برا الملعب لأنه معرفش ياخدها جوا الملعب، وطلب من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك إنه يحاسب أحمد سالم على تصريحاته، وسأل أحمد شوبير وقال له هي صورتي موجودة جوا نادي الزمالك؟ لو موجودة ياريت يشلوها. عشان ترد جماهير الزمالك على تصريحات تركي آل الشيخ بهجوم عنيف جدا وتعليقات كلها زي صورتك هتتحط على حمامات النادي، عايز تطبخ ماتش تاني للأهلي بالفلوس، وتعليقات كلها شبه كده. ما تنساش تقولي رأيك في كلام تركي آل الشيخ عن الزمالك وفولو علشان الفيديوهات اللي جايه.